مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير كتير سهلة وبسيطة وطيبة، وشكل مثل ما شايفين شكلها كتير كتير بعقد، شكل كتير فخامي ورائع. شايفين شو هاللون الحلو؟ لونه كتير كتير روعة. واو رائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا بسكوت، كوب حليب، جلي بنكهة المانجا، ملعقة ونص طعام نشا، ملعقة ونص طعام سكر. عندي هيدا القالب، ممكن تستبدلوه بأي قالب متوفر عندكم أو فيكن تعملوها بالصينية لهيدا الحلو. بدي أحط البسكوتات بالقالب. رح حط كل اثنين فوق بعض. بعيد الطريقة. بعد ما حطينا البسكوتات بهيدي الطريقة بحط عليهم شي بسيط من الحليب. بنحطهم على جنب. بحط الحليب بالطنجرة. نشا. سكر. حبيكم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل هلأ منحطه على البسكوتات. بس حطيت الخليط فوق البسكوت هلأ بحطهم على جنب لا يبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة ليجمدوا منيح. عنا 210 ميلي مي مغلي، بضيف عليهم الجلي. بحركن ليدوب الجلي منيح. بس دوب الجلي بضيف عليهم كمان 210 ميلي مي بارد. بحركهم مع بعض. الجلي بتمشوا على الطريقة المكتوبة عنكم على الظرف. هلأ بحط الجلي بالبراد حوالي نص ساعة ليجمد شي بسيط ليبرد. بس جمد الجلي بهيدا الشكل شي بسيط، هلأ منحطه على الحلو اللي عملته أنا وياكم. تركتهم يجمدوا شوي عشان ما ينزلوا من القالب. هلأ برجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدا الحلو اللي عملته أنا وياكم بعد ما جمدت منيح بالبراد. منشيلها من القالب بهيدي الطريقة بالأول.
ونحط مانجا خفيفة بتعطي شكل كتير حلو بالنص. هيدا الشكل. وعرق نعناع صغير. هيدا الشكل النهائي للحلو اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.